السلام عليكم. أهلا الإخوان، تحياتي واحتراماتي للجميع. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الأجواء الرمضانية. تحية كبيرة لكل أصدقاء، سواء أصدقاء ديالنا خوتنا المغاربة ولا أصدقاء ديالنا وإخواننا الجزائريين عشاق الحسون في الجزائر. أن عندنا تقريبا نفس الوتيرة ونفس درجة الحب ديال الطائر لزالجيريان ولمغوكان، فتحية لهم كبيرة، وتحية خاصة للإخوان ديالنا في الأقطار العربية الأخرى، سوريا وفلسطين وجميع الأقطار العربية اللي حتى هم عندهم واحد العشق لا يوصف. واحد الدورة في اليوتيوب في المواقع ديال الإخوان ديال العرب، فصراحة هناك ناس يعني مشاو بعيد في هذا المجال، كتحس عندهم هذاك الشغف ديال الطائر الحسون، فتحية لهم كبيرة. شكرا مرة أخرى للإخوان المتفاعلين معنا في لي كومونتير ديال الفيسبوك ولا في يوتيوب. ونتمنى صراحة بكل صدق أن هذه السلسلة ولا هذه الحوارات تكون دائما عند حسن ظن الإخوان، ونتمنى أن تكون ولو إفادة صغيرة توصل من هذا الكلام كامل. لأنه يعني منين الإنسان كيتوجه لك بالشكر على أنك وجهتي لي واحد الاستفادة، فذلك كيخليك واحد الانطباع اللي هو جميل جدا. فما نقوم به إلا الواجب ديال إيصال ولا إيصال الأمانة، هذه أمانة مثلا ديال التجربة كنوصلوها كما وصلوها لنا الناس اللي كانوا قبل منا. وتكون هذا الكلام وفي هذه الحوارات الولاعية تكون ك واحد الأرضية للانطلاق نحو الأفضل. فهذه الحلقة هذه الإخوان بان لي أنه من الضروري ندير واحد كيما نقولوا بالفرنسية واحد لا ميزو بوان، واحد الخلاصة لنمر إلى مرحلة أخرى من الحوار. هذه السلسلة ديال 8 الحلقات وهذه الحلقة التاسعة، حاولنا أننا نوقف على جميع المراحل ديال التلقين. المراحل ليس انطلاقا من تجربة مثلا مراد معرف لا ولا من تجربة فلان ولا علان، لا، احنا بغينا نشوفوا المراحل الطبيعية وما يقوله العلماء ديال التغريد في هذا الشأن هذا. وكما تبعتوا معنا الإخوان، حاولنا هذه المراحل نديروا لهم واحد الإسقاط على الممارسة ديالنا ديال الهواية. وحاولت حتى انا اعتبر نفسي جمهور في هذه السلسله. فما قاله العلم وما تقوله الطبيعه، كنشوف انا كمراد معرف التلقين ديالي هل وصلت الى واحد النسبه ديال 50 ولا 60 ولا 70% من الطريقه او الكيفيه الانسب لطائر الحسون او الهجين كطائر ككائن حي. هذا هو المغزى ديال السلسله كامله، لأنه تبين لنا بأنه نحن كلنا جمهور هواة التغريد الحسون. هناك فئات كثيرة، هناك مهم حتى 3 أو 4 فئات من الموالية. هناك الفئة اللي نسميها الفئة الكلاسيكية، الفئة العتيقة، الفئة اللي أقرب إلى ما يقع في الطبيعة وما يصدقه العلم. هذه الفئة غالبا كتكون من واحد الفئه هي عمريه اللي شويه كبيره في السن، ربما عندها تجارب ودوزات جميع الكيفيات التلقين، ووصل بها الامر الى انها غترجع للطريقه يعني الاصليه، بمعنى انه الطائر يحفظ بطريقه عاديه بدون غطاء بدون تشديد في وسائل التلقين. يعني الطائر الاستاذ الحضور ديالو مهم في هذه الفئة، هذه لأنه الفئة الأولى هذه الكلاسيكية تعتمد كثيرا على ما يسمى بالمنقار، أننا نمرر التغاريد من المنقار إلى المنقار بالاستعانة بالشريط، هذا مهم حتى هو. هذه فئة. الفئة الثانية واحد الفئة اللي شوية متشددة بعض الشيء، اللي كتعتمد على الغطاء وتعتمد صناديق نسبيا عادية، صناديق مغلقة فيها الظلام، ولكن ليست بذلك
التشديد في ليزولاسيون، يعني في ان الصوت ما لا يصل الى الطائر. هذه فئة حتى هي. هناك فئة ثالثة اللي كنعتبروها اكثر تشددا، وصراحة هي اللي لقيت معها شوية ديال المناوشات، لان ربما ما فهموش المغزى ديال السلسلة. هاد الفئة هذه يعني حتى من بعد عاد ربما بان لي بانه من خلال الحلقات الاخوان ديال، بصراحة الاخوان ديال الكاخون عاد بداو كيفهموني انا شنو بغيت نوصل. يعني ليس هناك طعن في الكاخون بتاتا، ولكن محاولة منا للتساؤل هل هناك مشكل في الكاخون وكيف نتعامل مع الكاخون، حتى انه راه ان شاء الله مع الحلقات ممكن انني زعما نعطي بعض النصائح للناس ديال الكاخون باش يمروا من ديك المرحلة الكاخون الى مرحلة اخرى. نصائح اللي ممكن ان تفيدهم اطار تبادل المعلومات والخبرات. وهذه الفئة الثالثة كانت اكثر تشددا. هاد ثلاثة الفئات غنحاولوا الاخوان كل فئة على حدة على الاقل انها تضبط مراحل التلقين، بمعنى ان كل واحد مثلا في الطريقة ديال التلقين ديالو غادي يبدا يدير ملاحظات. غنبداو ندوزو للتدوين وغنستافدو من هاد المسألة هادي. فأصحاب الطرق التقليدية غيبداو يعطيونا ملاحظات ديالهم على مراحل التخزين، كم تدوم مراحل التخزين المعلومة، وكم يدوم مرحلة التقليد الأول والثاني، وفي أي عمر ولا في أي شهر يصل الطائر إلى مرحلة البروارة. هذا بالطريقة التقليدية، وغالبا الناس ديال الطريقة التقليدية كيكون المراحل كتكون أطول، أن الطائر كيكون يعني ما كيكونش مكونسونطري 100% مع التغريد، يعني مرتاح في الحياة ديالو. بالنسبة ليه التغريد يوازي الحياة العادية ديالو. الفئة الثانية كذلك اللي كيعتمدوا على الطرق اللي هي عادية، ماشي عادية يعني نسبيا مشددة، حتى هما غادي يعطيونا ملاحظات. ولا الاخوان ما بيناتكم حاولوا ديروا ملاحظات انه طائر بهذا الكيفية التلقين فهو يمر بالتخزين بكذا شهر، ومن البلوارة في التقليد كذا شهر، وليصل الى البروارة نلاحظ انه يجب ان يصل مثلا الى الشهر الفلان الفلاني. ونمر الى اخوان ديال الكاخون حتى هما غيعطيونا انطباع ديالو، ملاحظة ديالو. وهنا يجب يعني التدقق من المراحل التي يمر منها الطائر. هنا شوية غتكون صعيبة على الناس الكاخون، لأن مراحل التقليد الأول والتقليد الثاني صعيب على المولوع ديال الكاخون أنه يديتكتيه في واحد الوقت اللي هو يعني يلاحظه بدقة. لأن غالبا الإخوان الطائر لما كيكون في مرحلة البابياج يعني في التقليد كيكون في واحد الوقيته اللي كيكون مرتاح، يعني يكون مرتاح ويكون مطمئن. فغالبا في هذيك الوقت فين خصك تستمع للتبجغيط، ماشي منين تجبدو وتحطو وتسناه يبجغط، راه امبوسيبل. التبجغيط اللي كيعطيك انطباع فين وصل التغريد هو التبجغيط اللي كيديرو الطائر انطلاقا من نفسه، انه في المحل ديالو في الموضع ديالو، وواحد اللحظه في اليوم يبدا في التقليد، في مراجعات والتقليد وإعادة التغريد يعني التدريب على التغريد. فهذيك اللحظة خصو يستمع المولوع. إذا منين غنضبطوا هاد المراحل وجميع الفئات، الناس العاديين الطريقة الكلاسيكية العتيقة، والناس العادي نسبيا متشدد، والناس ديال الكاخون، هاد الكم كله ديال المعلومات غيعطينا فكرة. اولا بحال غندير واحد التشخيص ان كونستا، وممكن اننا كل فئه نشتغلوا معا. الناس مثلا ديال الكاخون غادي نخدموا على الكاخون، واخا سيدي حنا ما يمكننا نتخلصوا من الكاخون لدواعي اننا عندنا طيور خارجيه تؤثر على التلقين وكذا وكذا، وما عندناش كما نقولوا حنا بالمغربي ما عندناش القلب انني نعري على الطائر وانه يحفظ ليا. دابا قناعات شخصيه،
النمس الانسان حر في الاعتقادات ديالو، حر في اي يعني في التوجهات ديالو، فممكنش ما يمكنش انك تلزم عليه واحد الطريقه، لان هذه كتبقى هي هوايه. هذه المساله خصنا نكونوا مفاهمين، لا ربما كان خصني نوضحها من الاول، لان تم المغزى ديال السلسله كان هو ضبط هذه المراحل. الاغلبيه الاخوان كيعيشوا هذه المراحل، وكان جميل جدا ان نعرفوا ان عندها اصل في العلم، وان كل مرحله فهي مضبوطه في العلم بالمده الزمنيه ديالها. كمثال ان المرحله ديال التخزين العلم يقول تدوم 40 يوما، 40 يوم كافيه لاي طائر في الكون انه يخزن جميع المعلومات التغريديه. الإضافة اللي ضفنا حنا كهواة ديال التغريد الحسون، أننا غير متفقين مع 40 يوم، أن هناك مدة أكثر من 40 يوم، تقدر توصل حتى شهرين أو ثلاث أشهر كلها ديال التخزين. على وغادي نجيو لهاد المسألة هادي. كل طائر على حسب الطريقة ديال التلقين ديالها. فهذا كان واحد كيما نقولوا لا ميزوب، واحد يعني واحد نقطه نظام لكي ننطلق على واحد الاجواء اللي هي مريحه في الحوار. لان يعني الا ما كانش الاجواء مريحه في رد الفعل وفي التفاعل وهذا، فما كتعطيش النتيجه، كتكون ما كيكونش هناك تفاهم والرساله لا تصل. الحمد لله الرساله وصلت، حتى انني الاخوان اللي كنسمعهم كيتكلموا دابا ولا كيتحاوروا معنا، انهم يعني كيتحاوروا معنا بنفس المراحل، حتى بنفس المفردات، لان مفردات ماشي ديال المراد المعرفه، هذو مفردات علميه. العلم كيقول لك لا ميموريزاسيون راه هي التخزين، غدير ميموريزاسيون غتلقاها في علم الطيور راه هي التخزين. التقليد الاول برومي بابياج، البابياج التبجغيل، البلوار راه ماشي ديال المراد المعرف، راه ما اخترعت والو انا الاخوان، نهار كنجي وكنقول وكنمشي. خلاو الناس الغيوان، انا نقول كلامي وغادي في حالي. البلوارة هي لا كريستاليزاسيون، غطابي كريستاليزاسيون غتلقاها في العلم، بمعنى انني ما جبت والو من راسي، ما الحاجه ربما اللي نقدر نكون درت فيها واحد الدور نسبيا ايجابي، انني ما قاله العلم وما قالته الطبيعة حاولت أن أمزج بينهما لنسقطه على الهواية ديالنا، لأن ضروري خاصنا مولوع اللي كيفهم في الميدان ديالنا اللي غيدير لنا هاد الميكساج. وهذا هو الدور اللي لعبت أنا في هاد السلسلة، هو الدور ممكن يلعبو أي مولوع، أنه لو ركز شوية في الأبحاث العلمية واستعن بالخبره ديالو والخروج ديالو للطبيعه وما لاحظه فيما يقع في الطبيعه، ممكن انه يلعب هذا الدور، وممكن انه يبدع مفاهيم احسن من المفاهيم اللي كنت داولها انا معكم الاخوان دابا. فهذه كانت غير بحال واحد انطلاقه لهذا النوع ديال هذا المنهجيه ولا هذا النوع ديال التفكير فقط. إذا انطلقنا في البحث وفي الملاحظة وفي تدوين الملاحظات، مثلا في الموسم المقبل نتمنى من الله أن يبلغنا رمضان المقبل، أنه رمضان مثلا المقبل تكون واحد الحوارات معها ثلاث فئات، وكل فئة تكون محزمة ومسلحة بالأجوبة الشافية ديالها، ونتكلموا على واحد المسألة اللي هي ملموسة، انه غادي نقولوا التلقين بالطريقه مثلا ديال الكاخون باعتماد هاد الطرق هذه مع النتيجه اللي عطا، وما هي الملاحظات، وهذا الشيء الاخوه راه كله كيتدون. فاي حاجه في الهوايه كنحاول ندونها وناخذ منها عبار وملاحظات اللي كيكون عندنا واحد التصور اللي هو جينيرال على 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 التلقين وعلى الهوايه بصفه عامه. اذا المراحل حنا درسناهم، عفوا ماشي درسناهم ولكن تكلمنا فيهم وتحاورنا فيهم وضبطناهم ثبتناهم، مراحل أربعة. واكتشفنا أن هناك مرحلة اللي هي الأوج ديال الطائر، هو عندما يصبح طائرا يبدع لهجة تغريدية عندك في الوكر التغريدي ديالك. الآن عندنا أستاذ طائر، أستاذ
وصلنا للسنة المقبلة والبرنامج ديالي كمولوع في الذهن ديالي أنني يجب أن أدخل طائر الحسون. فالمنهجية هذه اللي تكلمنا عليها تفيد أنه ما كاينش الكثرة، أنه إنسان اللي بغى يخدم بطرق اللي هي مريحة في الهواية ديالو بيعتمدش على العدد كبير من الحسون. غادي ندخل الحسون. أول مرحلة الإخوان ديال عندما تدخل الحسون إلى البيت ديالك، ما ندخلش في اعتبارات ديال السن، وأنا أتكلم على الحسون ماشي ديال العش، ما عمري غنتكلم أنا على 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 حسون العش، لأنه قناعتي أنه لا يصلح نهائيا للتلقين، لا يصلح نهائيا للتلقين. أتكلم على طائر الحسون المقتنى من الطبيعة بطرق اللي هي مشروعة وبأعداد اللي هي مضبوطة وقانونية. المرحلة الأولى الإخوان ديال 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 الحسون عندما يدخل إلى البيئة، إلى الوكر التغريدي ديالك، الحسون لما يأتي من الطبيعة كيكون في واحد لو ستريس، يكون عنده واحد لو ستريس رهيب، لأنه من الحرية إلى الأسر، من لا ليبرتي كيدخل لا كابتور. وبالتالي فما نزيدش، ما نجيبش لكم شي إضافة، فالكل يجب أن يعتمد المسائل ديال لونتي ستريس، لونتي ديبريسور، جميع الأدوية اللي كتحيد لو ستريس، هذاك ضروري. أنا غنمر معكم مباشرة المرحلة كيف التعامل مع الحسون. عندنا طائر أستاذ وعندنا شريط، ونفرضوا أنني دخلت ثلاثة ديال الحسون. أول مرحلة أنه الحسون أو المقنين خصهم يكونوا في أول مرحلة جميعا مجموعين. لماذا؟ غير في مرحلة أولية، حيث لو ستريس سوليتير صعيب على لو ستريس منقولوا يعني جماعي. مثلا كتكون بوحدك نتايا لو ستريس ديالك كيكون أكبر، ولكن ملي كتجمعوا ثلاثة ولا أربعة الناس في نفس المكان فشي كيفاجئ على شي، وهذا كتلعب على النفسية ديال الطائر. بالإضافة إلى المكملات ولا الفيتامين ولا زونتي ستريس، فالطيور خاصة تكون واحد لوموم، واحد أسبوع تقريبا، مجموعة اللي كنقولوا مجموعة، حتى ممكن أن كل واحد في القفص ديالو، ولكن كل قفص حدا قفص حدا قفص، محطوطين في الأرض، في الأرض يعني في واحد المكان اللي هو يعني منحدر يعني في الأرض بصريح العبارة. وأن قرع كيشوف في صاحبه، يكونوا ثلاثة وكيشوفوا بعضياتهم، حتى أن الطريقة اللي عطاهم الماكلة الزوان والماكلة ديالهم أنهم يكونوا مستويين، يعني كلهم عندهم نفس اتجاه ديال القفص، بنفس الماء توا في نفس الاتجاه. شريط خدام، كتجيب انت مرة مرة الطائر الأستاذ تحطو وديه، ولا في الأيام الأولى أنهم يبقى معهم مباشرة ما كاينش مشكل. فهذيك اللحظة الإخوان حنا شحال هادي فاش كنا كنجيبو المقنين من الطبيعة، كنا كنتعمدو أننا نجيبو من نفس المرقد، يعني نفس المرقد كناخدو منو الطيور ديال نفس المرقد، ما كانش هاد المسألة كتمشي للسوق تاخد من عند هذا ومن عند هذا وهذا، هادي ما كنتش كنديرها أنا وما كانوش كيديروها الناس اللي كنا كنتولعو معاهم، كتاخد من نفس المرقد. لماذا؟ أن هادوك الطيور كيتعارفوا بيناتهم، يعني ملي غادي يجيو من الطبيعة من الحرية إلى الأسر إلى لا كابتور، ملي كيوجدو نفسهم في واحد الوكر التغريدي، في واحد الحي من الأحياء، في واحد المدينة من المدن المغربية أو الجزائرية وهذا، فأولا كاين واحد لو فران ديال لا ديبرسيون، أنه كيكون داك الطائر مطمئن أن معاه ولد عمو ولا ولد خالته ولا ولد الوكر ديالو. فهذا كيكون واحد لو فران لو ستريس، كتلعب ليه هو من ديبار. انت في الاختيار ديالك انك غتجيبو نفس المرقد، كتضرب الحساب على انه ما غيتستريساش. وهاد القضيه ديال انهم كيجيو من نفس المرقد، شنو المميزات ديالها؟ وهذه التجربه
يعني بتجربة 100%. وغادي تفهموا علاش مهمة. انه ملي كتجيبوا من نفس المرقد والطائر كيتكلم والشريط كيتكلم، وغالبا الطيور المقنين اوتوماتيكمون كتروبيري الحي، حيت في الطبيعة كتعرف شكون هو الطائر الأديل، الطائر الكبير والطائر الصغير والأنثى. فهي جات واحد الوكر وعرفات بأن هناك مهمين على الوكر، كيوقع واحد لا كومونيكاسيون. ولا الكومونيكاسيون هذاك التواصل لازم يكون أوديو فيزيويل كما نقول، صوت وصورة. أن الطيور يجب أن ترى الطائر اللي غيكون الأستاذ ديالها، حيت تما كتكون ديك العلاقة ديال الطبقية اللي تكلمنا عليها في الحلقات السابقة. أنهم جايين هما باقيين ستريسين، دخلوا الزوان هالما هالونتي ستريس هالشريط خدام، هو هذاك اللي غادي هذاك هو اللي كيحكم هنايا، كيشوفوه صوت وصورة. كتعرفوا الإخوان أن المقنين باش كتعرف الطائر الكبير بالتحامر، غير تشوف تحميرة في الراس كما نقولوا كالطوع، كتعرفوا بانه كبر منه وانه ممكن ان تبدا تبكي عليه، سواء للطعام او لتعلم التغريد. فملي كتشوفو كيبان لها بانه طائر كبير ممكن انه ينفعها كمورد استغفر الله، ماشي للرزق ولكن للطعام ولا للتغريد ولا للحمايه. فهي مستريسيه ومحتاجه لحمايه ومحتاجه للطعام ومحتاجه، هي في مرحله التخزين. اتونسيون، كنجيبو مثلا عنده 25 وهو راه بدا التخزين ويستمر في التخزين، ولكن حنا كيفاش ما كيجيبش لينا الكلام ديال الخلا؟ هذاك لو ستريس اللي كيوقع عليه وتكلمت عليه في واحد الحلقه السابقه، ملي كنجيبوه للدار ديالنا كيوقع عليه ستريس. هذاك لو ستريس وقلت لكم، قلت لكم راه الا وقع عليه مشكل في واحد المرحله من المراحل فغيعاود معاك من الاول. هذا هو التفسير علاش بعض الطيور واخا مرحله التخزين واحد شهر ولا شهر ونص داز في الطبيعه، ان ملي كتجي عندنا المنزل ديالنا وكنحفظوها وكتخرج لينا الطيور ما شاء الله ما كيجيبوش الكلام البري، يعني كلام الخلوي. لهذا السبب هذا خلال الملاحظه ديالي والتجربه ديالي، فحتى داك لو ستريس كيقولك فيه خير للتلقين، لانه الطائر كيعاود معاك من الاول انه دخل مستريسي، الخلا مشى، الخلا ماشي ينسى غير يتناسى، لانه خصو يتادابط مع لي نوفيل كونديسيون دو في ديالو في هذاك الوكر التغريد، كيعاود معاك من الاول وكتكون ديك العلاقه. فهذاك لو مومون اللي كتكون هذيك العلاقه الاخوان ما بين القرع ثلاثه ولا اربعه ماكسيموم مع هذاك الطائر، هنا غادي نرجع بكم لعلاش كينجيبو نفس الطيور من نفس المركز. انه اون فوا واحد القرع يحفظ التبتبيته ديال هذاك الطائر الاستاذ، وغالبا الطائر اللي يتخلص من لو ستريس ديالو هو اللي يبدا مرحله تخزين المعلومه ومرحله لا كومونيكاسيون مع الطائر الاستاذ، لان خصها تكريا واحد لا كومونيكاسيون مهمه. هنا نرجعوا مع الاخوان ديال الكاخون، تنبهوا الاخوان ديال الكاخون، تنبهوا مزيان واحد المساله مهمه في الحياه ديال الطائر الحسو، انه ملي كيدخل شي وكر هو تالف راه ضروري ان محتاج لواحد التواصل، محتاج لواحد لا كومونيكاسيون كما يقولوا في هذاك افيك لي كونجينير. لي كونجينير هما الطيور اللي من نفس الجنس ديالو. ان كونجينير هو واحد شخص ولا واحد لانديفيدو اللي من الجنس ديال، فهو ملي كيدخل محتاج انه الكومونيكاسيون مع واحد ان كونجينير، مع واحد الطائر من الجنس ديال. وهنا فين كيلعب الدور انك تجيب طيور من نفس المركب. ملي كتجيبو من نفس ملي كيبدا يدي واحد التبتبيته ديال هذاك الميسو، هذه اشاره للاخوان انه من تما كتنطلق الاستاذيه، ان الاستاذ راه لاعب دور كبير والتلميذ يطوع، يعني يطاع، يعني صافي دخل في لو شيما ديال الشريط وديال الطائر الاستاذ.
اش كيوقع؟ الطيور الثلاثه الاخرين ولا اللي مع داك الطائر اللي هو الاول جاب التثبيته هما من نفس المرقد، كيوقع لهم هذه كاينه عند اصل في العلم واحد الحاميه بيناتهم، انه راه كيقولوا له المالي اللي كيكون يتكلم مساله كيقول لك راه كيجر مع الاخرين، راه كيجر مع، ولكن النسبه انهم من نفس المرقد نسبه ولا عدد الطيور اللي كتحفظ وكتمشي مع الشريط كتكون اكبر، لانهم عندهم واحد الاصيره ديال القرابه، واحد لا سوليداريتي بيناتهم، واحد التازر جاي من الخلا، انهم شدودين كلهم بنفس الوقت وبنفس البلاصه وكنمارسوا عليهم نفس الطقوس، اذا هما متضامنين ذهنيا ونفسانيا بيناتهم، فواحد فيهم الى ضمارة في يعني في التقليد وفي التخزين فاكيد غادي يمشيو معاه الطيور الاخرى. هذه من مميزات الطيور اللي كنجيبوها من نفس المرقد. فهذه المرحله الاولى، وهنا كيبدا الفرز، كنبداو نفرزو الطائر اللي فيه معالم ديال انه يعني واجد للحفظ، معالم طائر مغريد كتبان، شخصيه الطائر المغريد كتبان من الصغار ديال الحسون. دابا غنتكلم معكم في الولاعه الاخوان، دابا غنلبس الكبوط ديال الولاعه، حتى انا دابا غنهضر معكم في داكشي ديال الولاعه، معالم ديال الطائر اللي كيبين لك انه عنده شخصيه تغريديه وانه انضبط مع الوكر التغريدي. اولا الطائر كيكون راسي مزيان، راسي لدرجه انه تقدر يوصل لك الطائر لواحد المرحله اللي هي جميله جدا، انه باقي قرع، باقي قرع، باقي صغير، ويستحم يعني كيدوش بوحدو، كيعوم في القرعه ويدوش بوحدو، فهذيك هي الطوب ديال المعامله ديال القرع، راه اللي كيوصل مع القرع ديالو هذه المحاره كنعطيه بوجور ديالو، معنى ديال ان داك القرع مرتاح وانه كسب الثقه في النفس، لان الطائر ملي كيمشي يستحم ماشي يدوش، راه كيبين لك انه ستريس ما بقاش، انه مرتاح في هذيك البلاصه، وانه بدا الحياه ديالو اليوميه عندك بكل اريحيه، ومني تشوفو كيدوش عرفو راه كيتصمت. هذه من التجربه ما كايناش هادشي في العلم، هذه ديال التجربه، نبدا نعاود لكم حتى انا داكشي ديال ماما غوله، حتى انا نبدا نعاود لكم هذه التجربه ديالنا الولاعه ديالنا بحال هكا، غنبدا عليكم حتى انا بالحكايه ديال ماما غوله. فالاستحمام اشاره مهم ان الطائر واجد للتركيز على التغريد، حتى ان بعض الاسبان خاصه في منطقه الاندلس ان كانت فيهم واحد القضيه شويه شديده، وما كانوا كيدخلوا بزاف ديال الطيور، و كيديروا هذه الطريقه كيخليهم عريانين كاملين، قفص حدا قفص حدا قفص طيور كامله، وكيدير عليهم واحد ليزار، واحد الغطاء ابيض، وكيما ما كيحطهمش مثلا في الارض، كيعلقوهم في الحيط مسامر بزاف 20 30، وكيدير عليهم واحد الستار ابيض وكيخليهم طائر الاستاذ يغري، والشريط حتى هو كيخدم في بعض الاوقات من 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 اليوم، وهذاك المولوع كيجي كل يوم يدير واحد الكرسي ويتصنت وراء الستار هما مغطين هو، وكيبدا يتصنت على التبجغيط، على لو بابياج، على التقليد الاول، ملي كيسمع شي طائر انه رشم واحد التعديده ولا واحد التبتبيته ديال لاكاسيت ديال الشريط ولا ديال الطائر، كينوض يروبيري في هذاك الغطاء الابيض، داك ليزار داك الستار كيدير واحد الكروه اكس، هو روبيرا واحد، غدا بعد غدا اسبوع 10 ايام ها هو في ديك 30 طير روبيرا واحد 10 ولا 12 طائر، هيا كروه هنا كروه هنا، هذوك 10 ديال الطيور بالنسبه لي هما المؤهلين للحفظ. مرحله الستار كتحيد، ياخذ هذوك 10 ديال الطيور هما اللي غيبدا معاهم عمليه فرز اخرى، الطيور الاخرى اللي كيعتبرها غير مؤهله، اما كيخرجها اما كيعطيها للجمعيه
لاطلاق السراح ديالها، اما كيبيعوها. المهم ما كيهمنا، اللي كيهمنا حنا المرحله ديال الفرز الثانيه. المرحله ديال الفرز الثانيه وممكن نعتمدوا حتى من عندنا اربعه ديال الطيور، اربعه ديال الطيور، اننا ممكن حتى هما نديروا هذه العمليه. فهذه ماشي دعوه انه يمشي انسان يجيب 30 طير ويبدا يدير في ليزارات ويبدا يفرز بالعشرات، لا. انا غير لو كونسيبت، يعني الفكره، فكره جميله جدا. هادشي في اطار الولاعة. العام المرحله الثانيه هو من 30 ولا من 20 طائر، هو عنده 10 طيور. دائما الشريط والطائر الحي، ودائما الاستماع والانصات. مرحله التقليد الثاني، الطيور ما كيتغطاوش، كيشوفوا كل واحد بالسيباراسيون ديالو وما بعضهم. هذا كنقول لك الناس في اسبانيا كيفاش كانوا كيتعاملوا في هذه المراحل هذه، اللي كيجيبوا الطيور كلها من نفس المنطقه. مرحله الفرز الاخرى، التقليد الثاني عاوتاني اقصاء هذا كيخرج بخمسه طيور. هذوك خمسه طيور اللي وصلوا للتقليد الثاني ب يعني بواحد المستوى اللي هو يوازي الشريط ويوازي الطائر، هذوك هما اللي كيتغطاو و كيمشيو يكملوا مرحله التقليد الثاني والبلوار، وهذا كل واحد على حده. وبيان سور الطائر الاستاذ مره كيجيبو لي بحال يجدد لهم المسار ديالهم، لي يصحح ما يتم، ماشي تصحيح التغاريد ولكن لو شيما كما قلنا اللهجه التغريديه ديال الوكر. الاستاذ الهجين الكبير ولا الطائر الحسون الكبير هو اللي كيديريجي، هو الذي يدير لو شيما ديال التغاريد. فالفائده اللي بغيت نوصل لكم هو المهم، هذه تكلمنا يعني على بعض الطرق ديال كيف نتعامل مع الحس، ولكن الفائده المهمه اللي بغيت نوصلها من هذه القضيه هذه هو انه طائر الحسون خصنا ملي ندخلوه للمنازل ديالنا نكونوا اذكياء اكثر من الحسون. ان الحسون طائر ذكي وحساس جدا، وحنا خصنا نتنبهوا لاي لحظه من لحظات الحياه ديالو في البيوت ديالنا. انت خارج العمل ديالك، ولكن راه خصك تكون عارف الحاله النفسيه ديال الطائر ديالك شنو هي، لان كتوقع امور دي زاكسيدون في التغريد، زيد كتوقع حوادث في حياه الطائر الحسون ما كنديوهاش فيها، واللي كتكون سبب مثلا في المرض ديالو، في الدخول والخروج ديالو من البداله. حتى البداله ربما ما تكلمناش عليها بزاف وهي مهمه، وعلاش ما عطيتهاش اهميه؟ لان البداله الا كان الطائر في صحه جيده وتابع جميع المراحل باتقان، في البداله كتمشي بدون مشكل. حتى ان ديك الجدل الكبير ديال البداله ديال المنقار وداكشي كنتفاداو، فبداله ديال المنقار ما كايناش الاخوان. وعلميا ثبت ان المنقار اللي هو مكون واحد الماده ديال سميتها لاكيراتين، ماده اللي هي بحال الاظافر. فالمنقار ديال الطائر، المنقار ديال الطائر فهو يتجدد يوميا. حنا خصنا نوفروا ليه الامور انه يتجددوا هو يوميا، باعتماد مثلا دوك الوقافات، يعني كما نقولوا الحرشه الخشينه باش يمضي المنقار ديالو، نعطيه المواد بحال السيبيا داك اللي فيها الكالسيوم. هاد المسائل وكانت ديري لي ما عمري وقع لي هاد المشكل اللي كنقولوا حنا بين قوسين مشكل ديال البدالات المنقار، اللي كيحفظ وكيسكت ليه الطائر ديالو، كيبدا يدقدق الزوان وكيقول راه بدات المنقار، ولات عندنا من المسلمات تاعي، ولات عندنا قناعه. راه خصو يعرف بانه هو اللي دار هذاك المشكل، ماشي حاله طبيعيه. بدات المنقار ما كتسكتش الطير، كتسكتوها في عندنا حنا في لاكابتور في التلقين ديالنا، اما في الطبيعه المنقار ما عمرو كيسكت الطائر. وهذه الاخوان اللي حريفيه ديال المقنين راه ممكن تديو نجيبو في الهضره في هذه القضيه. طائر حنا كيبدل عنا المنقار في 4 شهور، الشهر الرابع كيبدا يبدل، كيقول لك راه جاه بدات المنقار،
ولا الشهر الخامس هي بدات المنطقه. في الطبيعه الشهر الرابع ولا الشهر الخامس ديالو راه كيكون بدا في التغلي، ميمكنش يكون عنده مشكل في المنقار لان دائما كيمضي المنقار ديالو. وللعلم راه المنقار فحال الضفار، دابا الضفار ديال الانسان فيما كيطول شويه كتقص كتحيد منه، لو كان ما تحيدوش يولي لك ضفر غي وهكاك راه هكاك المنقار ديال الطير. وهادشي العلم اللي كيقوله ماشي مراد المعارف. فبدات المنقار ما كايناش الاخوان، كاينش مساله ديال بدات المنقار. المنقار كما نقولوا اي سوغو جينير، يتجدد يوميا، ماشي فحال الريش. الريش كيبقى عنده في الجسم ديالو حتى لواحد اللحظه في شهر 8 شهر 9 كيبدا يلوح في الريش. المنقار لا، المنقار ماشي كيبقى عنده حتى لواحد بقيته كيلوح المنقار لا. حيت كاين بزاف الاخوان كيقولوا هذه المساله هذه، وهذه خطا 100%. المنقار يتجدد يوما عن يوم، وهو الطائر كيدير لونتروتيان ديالو، لونتروتيان ديالو اترافير الوسائل انت اللي موفرها ليه. كنعقل حنا كاع الاخوان اللي كانوا كينصحونا المولاي قدام كيقول لك دير لي كنوقفوه على عرق السوس، داك العود ديال عرق السوس حيت حرش وكيوك ماكله ودوا. طائر كيوقف فوق واحد الحاجه اللي هي طبيعيه وخشينه وما كتاثرش ليه على لي بات ديالو على رجليه، وميم طون كيمضي فيق المنقار ديالو وكتعطيه السيبيا وكتعطيه الكريت ولا الرمله د الواد. فهادو كل عوامل ما عمرو يدخل لك طائر ولا يوصل لك ان البداله المنقار اللي اصلا ما كايناش. فالا قلتي بداله المنقار قول راه عنده المنقار مريض ماشي بداله. والاخوان تبحثوا وديروا كيراتين بيتا ولا ديروا لو بيك دي زوازو وتدخلوا تلقاو داكشي في العين. كيقول لك لو بيك دي زوارو منقار الطيور يتكون من ولا هو واحد هو عظم، باش نكونوا واضحين المنقار هو عظم ولكن ملبس بلا كيراتين. هذيك لا كيراتين بحال فحال ديال الظفر ولا الشعر، والكيراتين ديال الادميين ماشي الكيراتين ديال الطيور. الادمي عنده الكيراتين الفا، الفا كتسمى، والطيور عندهم كيراتين بيتا. وتتجدد، ليس هناك بدالة المنقار. مسألة أخرى الإخوان، وواحد جوج ديال الأسئلة توضعوا عليا مؤخرا وبغيت نشير لها في هذه الحلقة، هو أنه بزاف ديال الإخوان كيقولوا الطير حمر وما كيتكلمش. هو الطير حمر راسو راسو بحال الحمار وما كيتكلمش. فخصنا نفهموا الإخوان خاصة الإخوان المبتدئين أن ملي كنجيبوا الطيار من الطبيعه في المنازل ديالنا بخلاف الطبيعه، وهذا اشكال ان البداله ديال كما نقولوا ديال الكسوه تسبق التغريد. حيت كاين واحد المبحث كيقول لك ان حتى التغريد كيدخل في بداله بين قوسين. هاد البداله ديال التغريد عندها علاقه بزاف ديال المسائل نتكلموا فيها من بعد، حتى نضبطوا بزاف ديال المسائل ندوز شويه نبداو نتفلسفوا في البداله ديال التغريد. الكسوه ولا الريش في الطيور ديال القفص دائما كتسبق التغريد. فممكن انه طائر يحمر يكمل التحميره يبان لك بحال الجدر، ولكن هو راه باقي طفل، باقي طفل صغير، باقي ما كيبلورش التغريد ديالو. فهاد المساله تنبهوا لها، واخا يحمر الطائر فاعطيه وقته. شحال من واحد كيحمر عنده الطائر وكيبان لي باقي كيبجغد كيأس كيقولو هذا راه ما غيحفاتش ولا باقي تقيل ولا ما راه سامو والو، كيخرجو ولا ما كيبقاش عاطي حقه من العناية، وهذا خطأ. فالإخوان خصهم تعرفوا راه واخا يحمر الطائر راه خليه، لأن في الطبيعة الكسوة الريش كيمشي بواحد الطريقة موازية مع تطور التغريد، كيمشي شوية مفريني ما كيتأكسيليراش بزاف حتى كيوصل الطائر كيجي سبحان الله العظيم داكشي عبار. مع التغريد مع الكسوة سالات مع لابريونس ديال لي بلوم مع، اما في القفص فلا. فهذه دعوة الاخوان انهم يعطيو شوية ديال فرصة وما يتسرعوش بالنسبة للطيور اللي كتكسى من بالريش ديالها. فكنظن غنكتفي بهذا القدر. هذه كانت غير واحد الدردشة
فيها خلاصه، فيها دعوه للاخوان اللي كيعتمدوا جميع الطرق انهم يبداو يبحثوا معنا، يديروا لنا ملاحظات، ماشي ليا انا مع بعضياتكم ولا جماعه. فمرحبا، حنا راك عارفين الاخوان راه الاشاره في اي حاجه، كل واحد على حده في الفئه دي، كل فئه تحاول تشوف تعطينا مثلا واحد الضوابط ديال هذيك ديك الكيفيه. وهضرنا شويه على طريقه كيفاش تتعامل مع الطائر الحسون منين تدخلوا، قلنا واحد 3 ولا 4 ديال لي زاستيس على حسب التجربه ديالنا باش ننطلقوا الى 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 كيفيه التعامل مباشره اثناء مرحله التخزين. فهاد الحلقه درتها لان لو كان نخليها نهضر عليها في التعامل في مرحله التخزين مع القرع مع الحسون غتاخذ ليا الوقت بزاف، والوقيته اللي غيبدا الطائر الحسون يحفظ عندي في الوكر ديالي هذيك المرحله بغيت نتكلم عليها بتدقيق، لان فيها تجربه، فيها علم، فيها طبيعه، وفيها واحد النباهه، واحد الذكاء في التعامل خلى واحد المولوع ديالنا كان كيقول لي يا مراد، كيقول لي المقنين حراميه بالمعنى الايجابي يعني ذكيه، فحتى المولوع خصو يكون حرامي معها، حرامي بالمعنى الايجابي ماشي بحراميه، يكون حتى هو ذكي ويعرف كيف يتعامل معها. فالاخوان المقنين التعامل ديالنا ماشي سهل، المقنين اللي كينجح في تربيه اولى في تغريد الحسون هو الانسان قوي الملاحظه، وتكون عنده واحد الاذن اللي هي دقيقه. وكيف كتكسب الاذن الدقيقه؟ بالممارسه، ولوطو فورماسيون يعني التكوين الذاتي ديالك في هذا المجال راه هو الملاحظه والاذن ديالك. وكنصح الاخوان ان المدرسه الاولى في هذا المجال ديال تغريد الحسون شنو هي؟ شنو هي المدرسه الاولى اللي ما فوق منها حتى مدرسه؟ هي مدرسه التبجغيط، مدرسه التقليد الاول والتقليد الثاني. هذا بالنسبه للاخوان المبتدئين، ونقول لكم انا يعني على حسب تجربتي وشنو اللي تعلمت، الماكسيموم تعلمته ابار الاخوان اللي علمونا هذه الهوايه وحببوها لينا وعطاونا مبادئ ومفاهيم اللي هي جميله جدا. ولكن ملي كتكون في البيت ديالك وما معكش الاصدقاء ديالكم، معكش الموالي الكبار، كتلقى راسك فاس فاس مع الحسون، والحسون كما نقولوا ما خصوش يديرك في جيبه من ناحيه التغريديه ومن ناحيه الولاعه، خاصك انت تكون كاين حاضر. وناشدكم اخوان المبتدئين يلاه دخلوا لهذا الميدان، ولا حتى الاخوان اللي ما كيعطوش اهميه لهذه المساله، راه مدرسه احسن مدرسه اللي ما غايجي يفهم عليك لا مراد المعارف ولا اي واحد، هي مدرسة التبجغيط. تكون حافظ الشريط ديالك مزيان، فاهمه وعارف التغاريد ديالو، وكل طائر حسون تصنت ليه على التبجغيط ديالو، تحاول ديتيكتي الطريقة كيف يؤدي هذوك التغاريد في التبجغيط، فهي مدرسة كبيرة جدا، تما كتكون لاباز ديال المولوع ديال الطائر الحسون. والإخوان غدوز سنوات واحد سنوات وغادي تفكروا هذا الكلام هذا، وغتقولوا واحد النهار قال لينا هذاك السيد. فالثقة في النفس في عالم التغريد ديال الكوبية، انا كنهضر على التغريد الكوبي، فكنكتسبوها من الإحاطة ديالنا والتمكن ديالنا من التبجغيط ديال الطائر. اما المراحل كل الاخرى فهي موجودة في الانترنت، موجودة في الدروس، موجودة في اليوتيوب، موجودة في اي بلاصة، ولكن الحاجه اللي ما موجوده في حتى شي كتاب في هاد العالم هي الديشيفراج ولا التشخيص ولا كيفاش داك التبجغيط شنو المعنى ديالو، كيفاش لانتربريتاسيون كما نقول، مشات ليا الكلمه بالعربي ديال التبجغيط. وهاد مساله مهمه هي الفائده ديال هاد الحلقه هذه، على امل ان الحلقه المقبله ان شاء الله نغوصو في المعقول كما نقولوا، يعني غادي نلبس الكبوط ديال المواليع ديال التغريد وديال ارمى عندك، باش نشوفوا كيفاش التعامل ديالنا في مرحله التخزين ومرحله التبجغيط.
مرحلة التبجغيط، كل واحد كيفاش كيتعامل معها، ولكن غنشوف أن هناك طرق أخرى وأساليب أخرى للتعامل مع التبجغيط. فتحياتي الإخوان، أتمنى هذه الحلقة تكون لاقت الإحسان الاستحسان ديالكم. تحية خاصة دائما للإخوان الأصدقاء ديالنا، فكي ديروا التعاليق لي كومونتير، فكتحرجونا الإخوان، راه حنا راه ما كنديروا والو غير حنا نتقاسم تجري، ولا كتحرجونا بعض الجمل اللي كتكتب عليا كبر عندي كبيره عليا بزاف. فشكرا جزيلا للإخوان كاملين، تحية لجميع الإخوان اليوتيوبر المغاربة والجزائريين اللي كيعطوا إضافة لهذا الميدان بجميع المستويات، ناس قدام ولا ناس جداد ولا أي واحد كيعطي واحد الإضافة. ونتمنى أنه نديرو يد في يد كل واحد من الموقع ديالو، أنه يعطي واحد المعلومة على حسب القناعات ديالو، وإن شاء الله كما قلنا فكلنا هذه قولة صافي خصني نديبوزيها تولي هذه ديالي. كنقولوا أسيدي كلنا في الهوى سوا ياك، وإن شاء الله أكيد غادي نجتمعوا على كلمة سوا، فسوا سوا هوا هوا. تحياتي واحتراماتي لجميع الإخوان، والسلام عليكم.